الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى تحت كتاب العلم: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه، فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. باب ذكر ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر. وسبب هذا الأمر أن موسى عليه السلام لما سأله الرجل: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فأجابه بأنه لا يعلم أحدا أعلم منه، لأنه نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله من أولي العزم، أنزل الله عليه التوراة وعلمه بالوحي. ومن المعلوم أن رسل الله يتلاقون العلم من الله عز وجل، وموسى أخبر بما يعلم، لأنه في ذلك الوقت لا يعلم أحدا من أهل الأرض أعلم منه. لكن الله عز وجل نبهه إلى أن في علم الله ما هو أوسع من علم المخلوق، وأن هناك رجلا أعطاه الله من لدنه علما عظيما، وقص الله علينا ما قص، ففيه الرحلة لطلب العلم، وفيه الحرص عليه، وفيه التأدب عند طلب العلم، وفيه أن العالم ينبغي له التواضع ورد الأمر إلى الله، فإن العلم واسع حتى ينتهي إلى الله عز وجل فوق كل ذي علم عليم إلا رب العزة،
فإن إلى ربك المنتهى. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي حديث آخر صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر: اللهم علمه الحكمة. وفي حديث آخر: اللهم فقهه في الدين. والحكمة تطلق على القرآن تارة وتطلق على السنة النبوية تارة. وقد نال ابن عباس رضي الله عنهما من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نال، فكان يتكلم في القرآن بسعة علم لا تعرف عن غيره، حتى لقب حبر الأمة وترجمان القرآن. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. في هذا الحديث أن الصلاة لا يقطعها شيء، وقد وردت أحاديث بأن الكلب الأسود وغير ذلك والحمار بل وغير ذلك، ولكن وردت الأحاديث بأن الصلاة لا يقطعها شيء، إلا أنه يستحب للمصلي أن يرتاد لصلاته مكانا يجعله أمامه كسارية أو جدار أو كرسي أو غير ذلك، إن خشي مرور المصلين. أما إذا لم يخش مرور المصلين فله أن يصلي في أي مكان. وفي الحديث أن عبد الله بن عباس لما ترك الأتان وهي أنثى الحمار تركها تمر من أمام الصف ونزل عنها ولحق بالصلاة لم ينكر ذلك عليه، فيدل ذلك على جواز ما فعل. يقرأ. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثني محمد بن حرب قال: حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو. في هذا الحديث والحديث قبله بيان صحة سماع الطفل الذي أصبح يعقل الكلام، لأن ابن عباس روى الحديث وأنه أقر على ما فعل وهو لم يبلغ الحلم لكنه قد ناهز الاحتلام، وهذا شيء متفق عليه. ولكن محمود بن الربيع كان في 5 سنين، كان عمره خمس سنين. وعلماء الحديث مختلفون في السن التي يعي بها الغلام الأحاديث والأخبار، المسماه بسن التحمل، سن التحمل. من المعلوم أن الإنسان يولد لا يعلم شيئا ثم لا يزال عقله ينمو حتى يعي،
ثم لا يزال ينمو حتى يتكامل في سن البلوغ، لكن الغلام لا تقبل شهادته إلا شهادات الأطفال فيما بينهم بشروط معينة، ولا تقبل روايته إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون تحمل الرواية وهو يعي ويعقل، والشرط الثاني أن يكون أداها بعدما بلغ، لأن الرواية يشترط فيها غلبة الظن بصدق الخبر. يقول العلوي في سيدي عبد الله الشنقيطي في ألفيته، ألفية الأصول المسمات بمراقي السعود: بغالب الظن يدور المعتبر، بغالب الظن يدور المعتبر، فاعتبر الإسلام كل من غبر، يعني اشترط في الراوي أن يكون مسلما عدلا وفاسق وذبتي داع إن دعا أو مطلقا رد لكل سمع. يعني الفاسق لا تقبل روايته، لأن من شروط الرواية العدالة والضبط واتصال السند والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة، هذه الشروط الخمسة: اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة. ولكن هذا على الغالب، هذا على الغالب، فإذا ظننا بسند ومتن السلامة من الشذوذ والعلة القادحة وتوفر اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم قبلناه، ولا يمكن أن نقطع بصدق الخبر إلا إذا كان متواترا، بل هو أمر مظنون على الغالب. ولذلك يقول العراقي في ألفيته: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر، لما نقول حديث صحيح أي في الظاهر، وإذا كان مظنونا في الظاهر فيجب به العمل وتقوم به الحجة. وإذا قلنا حديث ضعيف يعني في الظاهر وقد يكون صحيحا لكنه لا تقوم به الحجة ولا يجب فيه العمل في الأحكام، أما في الآداب والأخلاق فيجوز به العمل بشروط معروفة. فإذا كان العدل، إذا كانت العدالة شرطا في تحمل، فالطفل ليس عدلا لعدم ضبطه وتمكنه من الأحكام، لكنه إذا تحمل في سن يعقل وأدى تقبل روايته. يقول صاحب المراقي: بغالب الظن يدور المعتبر، فاعتبر الإسلام كل من غبر، وفاسق وذو ابتداع إن دعا أو مطلقا رد لكل سمع. كذا الصبي وإن يكن تحمل ثم أدن بنفي منع قبلوا، كذا الصبي وإن يكن تحمل ثم أدن بنفي منع قبلوا. يقول أن الغالب غالب الظن هو المعتبر، فيعتبرون الإسلام والعدالة، والفاسق لا تقبل روايته، وكذلك المبتدع الذي يدعو إلى بدعته. ومن العلماء من يقول المبتدع مطلقا، والصحيح المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، فإن كان لا يدعو إلى بدعته وهو عدل ضابط فتقبل روايته، لأنه يحرم الكذب ومسلم يحرم الكذب فتقبل روايته. وكذلك الصبي لا تقبل روايته، لكن هذا الفاسق وهذا المبتدع وهذا الصبي إذا تحملوا في حال الفسق والابتداع والصبوة، ولكنهم تاب الفاسق وتاب المبتدع ورجع إلى السنة، وكبر الصبي وأدوا ما تحملوه في حال المنع، لكنهم أدوه بعد حال ارتفاع المانع. المانع هو الفسق مثلا والبدعة والصغر، إذا تحملوا في سن المانع ولكنهم أدوا الرواية أي حدثوا بعدما ارتفع المانع عنهم تقبل الرواية. محمود بن ربيع كان في 5 سنين لكنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، عقلها تذكرها وضبطها، فلما كبر وبلغ أدى فصح الحديث،
لا يضرنا أنه تحمله صغيرا لأنه أداه بعدما بلغ وكبر. كذلك إذا تحمل فاسق أو كافر، حتى بعض الكفار تحمل شيئا من الحديث فلما أسلم رواه فتقبل روايته لأنه تحمله في حالة منع ولكنه أداه بعدما ارتفع المانع. إذن كذا الصبي وإن يكن تحملوا ثم أدم بنفي منع قبلوا. ونقول كبر يكبر كبرا، كبر يكبر معناها كان صغيرا فكبر، ولا نقول كبر، كبر معناته عظم الشيء واشتد وفدح. كبر في السن، يكبرني في السن، ولا نقول كبر، كبر ليست في السن، كبر إنما هو العظمة. ونعم هذا من ناحية اللغة. المجة هو طرح الماء في الفم مجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، أظنه كان يغتسل أو شيئا من ذلك، فمج مجة في وجه الطفل أو لسبب آخر لا أذكر السبب، لكن المجة هي أنه طرح عليه شيئا من الماء. ومن بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء الذي لامس بشرته الشريفة فيه بركة وشفاء، ولذلك كانوا يستبقون بالأحاديث الصحيحة، كانوا يستبقون على وضوئه، نعم، وغير ذلك من ما لامس بشرته الشريفة. يقرأ الدلو هو الذي ينزع به، يمتح به من البئر، نعم، يعني أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الماء من دلو فمج من هذه، من هذا الماء مجة من فيه، لكن المجة لا تطلق حتى تكون من الفم، المجة تطلق بعدما تكون في الفم، الماء في الفم، نعم. يقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قال: حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قاضي حمص قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثنا الأوزاعي قال: أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره؟ قال موسى: ذلك ما كنا نبغ. فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. هكذا أورد الإمام البخاري القصة في المرة الأولى في باب ذكر ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، تحت هذا العنوان ذكر القصة بنفس السند، لأنها عن صالح عن ابن شهاب، ثم ذكرها أيضا عن الأوزاعي عن الزهري، والزهري هو ابن شهاب، محمد بن شهاب الزهري، لكنه ذكرها هنا تحت عنوان آخر وهو الخروج في طلب العلم. وهذا كما ذكرنا سابقا
من ميزة البخاري أنه يذكر الحديث في عدة مناسبات لاستدلال على أشياء معينة، فيذكره مستدلا به على شيء ثم يعيده مستدلا به على شيء ثم يعيده في مكان آخر مستدلا به على موضوع آخر، وتارة يعيد الحديث بنفس السند والمتن، وتارة يعيده بمتن آخر قريب من المتن الأول، وتارة يعيده بسند آخر، وفي كل ذلك علم وفقه. وتحت العنوان رحلة جابر مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث يتعلق بستر المسلم، وعبد الله وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يكفيه من حيث ثبوت الخبر أن يرويه عن عدل من الصحابة وكلهم عدول عن عبد الله بن أنيس، لكنه إذا باشره أسقط الواسطة بينه وبينه. مثلا أنا أروي عن شيخي عن شيخي، إذا كان الشيخ ما زال موجودا فمن أغراضهم أن نرحل حتى ألقى الشيخ الأول، فإذا لقيته على السند بدرجة. وإذا كنت أروي عن شيخي مثلا محمد الأمين، عن شيخه الحاج، عن شيخه المصطفى مثلا، وكان الثالث ما زال حيا، من الغرض أن أرحل إليه حتى أروي عنه مباشرة، بدل أن يكون السند عن زيد عن عبد الله عن عبد الرحمن عن محمد أصبح السند عن زيد عن عبد الرحمن أو عن محمد. فهذا يسمونه الرحلة، ومن أساسياتها مباشرة الراوي حتى تسقط الوسائط بينك وبينه فيعلو السند، لأن السند العالي هو الذي رجاله قلة، والسند النازل هو الذي ترويه برجال كثر، والسند العالي أفضل من السند النازل. فكان جابر يرحل شهرا لكي يباشر راوي الحديث، فلا يحدث بعد ذلك عن فلان عن فلان عن فلان عن عبد الله بن أنيس، لا، يحدث عن عبد الله بن أنيس مباشرة. نعم، وهذا الذي أراد البخاري أن يقول باب الخروج في طلب العلم، فذكر علق عن عبد الله حديث عبد الله بن أنيس، ثم أسند قصة الخضر عليه السلام. والبخاري هنا في هاتين الجملتين أعطانا نموذجين من صحيحه، فإنه كان في الحقيقة يتتبع مالكا، إذا أراد أن يسند الحديث وهو على شرطه أسنده عن فلان عن فلان عن فلان، وتارة يعلق الحديث يحذف السند، يحذف السند كله ويأتي بالقصة لكي يشير إلى شيء ما، غالبا ما يكون يشير إلى أن المتن ليس على شرطه، لكنه غالبا صحيح، لكنه ليس على شرطه، أو يشير لغرض آخر. فالحديث الأول معلق والحديث الآخر مسند، وكثيرا ما يفعل البخاري ذلك. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من علم وعلم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقيا قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقوى في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منا طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. أعيد المثل.
قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. قف. هذه التي أمسكت الماء أو قبلت الماء هي تشبيه للأرض المنبتة الطيبة التي كانت متعطشة على الماء فتشرب الماء وتنبت، مثل أهل العلم الذين يفهمونه ويتبحرون فيه، كانوا متعطشين إليه فلما يعلموه فلما علموه تفهموه وشرحوه وشربوه فانتفعوا بالعمل الصالح ونفعوا غيرهم. اقرأ. وكانت منها، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وهذا مثال آخر للأرض التي تمسك الماء يتجمع الماء فيها، هي ليست من تلك الأرض المنبتة التي هي خصبة التي أنبتت الكلأ فانتفعت ونفعت، لا، هي أرض لا تنبت ولكنها يتجمع الماء فيها. فهذا مثال حفظة العلم الذين لا يفهمونه كثيرا ولا يتفقهون فيه كثيرا لعدم الأهلية لذلك، ولكنهم أمناء يحفظون العلم فيؤدونه. الأول يحفظه ويفهمه ويشرحه ويؤلف فيه ويعلمه ويعمل به، الذي هو الطائفة التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. والثاني لا ينبت ولكنه أمين، طائفة من الأرض تحفظ الماء فيشرب الناس ويزرعون، فهما أمناء الحفظة، الحفظة الذين يحفظون المتون ولكنهم لا ملكة عندهم في تحليلها وشرحها والتأليف فيها، لكنهم أمناء يحفظونها فيثيبهم الله على حفظهم وينفعون الناس بإيصال العلم. اقرأ. وأصابت منا طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. اقف. الطائفة الثالثة هي التي لم تقبل هدي الله عز وجل، لكن السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم شبه الهدى بهذا المطر، ووجه دخول تلك الطائفة التي لم تقبل الهدى أن المطر يعم جميع الأرض، بعضها ينبت وبعضها يمسك وبعضها لا يستفيد، كذلك نور الإسلام والرسالة عمت الأرض، بعض الناس يقبلها ويتعلم ويتفقه وبعض الناس ينقلها لغيره، وهاتان الطائفتان خيرتان، الطائفة التي تتعلم وتتفهم وتشرح وتؤلف، والطائفة التي تقبل وتؤدي بأمانة، والطائفة التي لم تقبل هدى الله مثل الأرض عمها المطر ولكنها لم تنتفع به. والهدى عم الأرض، عم رقعة الأرض كلها، لكن بعض الناس لا يقبله والعياذ بالله، فهو مثل تلك القيعان السباخ السبخة التي لو جاءها المطر ثم جاءها يمر ويمشي لا تستفيد منه. ولذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحدثنا عن سر المثال. اقرأ. فذلك مثل من فقه في دين الله. كيف ذكرنا في الدرس الماضي أن فقه بمعنى تفقه، فقه يفقه معناها تفقه، معناها صار فقيها، أما فقه يفقه فمعناها فهم يفهم. هل فهمت؟ هل فقهت؟ نعم فقهت ذلك، فقهه يفقه، فقهت ذلك أفقهه، معناها فهم. أما فقه في الدين معناها صار فقيها. ترى الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، معناها إذا بلغوا الفقه يعلو بهم المنبت الطيب بعد معرفة الفقه. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، اللي هي الطائفة الأولى. والطائفة الثانية أيضا لأنها إن لم
تفهم وتتفقه وتحلل، لكنها حفظت وأدت. أما الطائفة الثالثة فهي: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أما كلمة وكان منها طائفة قيلت الماء فهو تصحيف خطأ، تصحيف، التصحيف هو تغيير الحروف، فالصحيح قبلت الماء. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة رحمه الله: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. هكذا من أشراط الساعة قلة العلم، فلنحرص على طلب العلم ونشره وطباعته وإذاعته، فإنه مأمن لنا معشر هذه الأمة. ما دام العلم منتشرا وما دام الخير منتشرا فهذا مأمن بإذن الله، وعلامة خير واستقرار ويمن. اقرأ. وأما قول أنس في العنوان في الترجمة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، قال الشراح الحديث أنه يريد أن من كان له علم ينتفع به فينبغي أن يبثه في الناس وأن لا يضيع نفسه، فإن فيه معدنا نافعا. إذا كان يحفظ القرآن فليحفظ الناس القرآن، إذا كان يعرف الفقه فليعلم الناس الفقه، إذا كان يعرف الحديث فليعلم الناس الحديث. هذا هو الذي شرحه به الشراح. كلام أنس يعني أن كل حامل فقه له فيه فهم وملكه ينبغي أن يعطيه للآخرين ولا يتركه عنده، لا استفاد منه ولا أفاد. فإن العلم في الصدر لا ينفع، لا ينفع العلم حتى يكون في الميدان عملا أو مبثوثا في الناس ينار تنار به عقولهم. فمن كان من أهل العلم فلا يضيع نفسه بترك علمه مكتوما عنده لم ينتفع ولم ينفع. هكذا شرح الشراح هذه الجملة من كلام أنس. اقرأ الباب. ربيعة. اقرأ ربيعة. الحديث 23. قول ربيعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هذا والعياذ بالله كثرة الحروب في آخر الزمان، نسأل الله أن يعافينا ويعافي بلاد المسلمين. كثرة الفتن والحروب هي التي تسبب هذا، تسبب. ومن أشراط الساعة قلة العلم وأن يكثر الهرج، ستأتينا في أحاديث في البخاري وغيره. فالجميع على كل عاقل مؤمن أن يسعى فيما يبعد الفتن ويبعد الحروب ويجعل الناس في خير واستقرار وأمن في كل البلاد. هذا ما فيه مساومة، هذا واجب شرعي وواجب عقلي وواجب اجتماعي وواجب اقتصادي وواجب سياسي. كل من يستطيع بكلمته أو بماله أو بخيره أن يعين على استقرار البلاد فيجب عليه، لأن الفتن والعياذ بالله يكثر فيها الهرج وتسفك فيها الدماء وتضيع فيها الأموال والأعراض ويقع الناس في بأس شديد. فلا يجوز لأحد أن يشارك أو يساهم أو يسعى أو يتغافل أو يتغاضى أو يترك المجال لمن يثير الفتن. الاستقرار، الاستقرار. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كل المسلم على المسلم حرام،
دمه وماله وعرضه، هذا يتم بالاستقرار. أما الفتن فلا يدري أحد ما نتيجتها، وهي من علامات الساعة. قلة العلم، العلم فائدته في هذا الموضوع الذي ربطه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن العلماء كلهم يعلمون أنه لا يجوز إثارة الفتن، هذا هو العلم، لا تجوز إثارة الفتن ولا السعي فيها، فإنها من علامات رفع العلم واستقرار الجهل وقرب الساعة. حتى يكثر النساء من كثرة موت الرجال فيكون للخمسين امرأة قيم واحد، قيم واحد. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. هكذا، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من علماء الصحابة الذين نور الله قلوبهم، ومن مآثره هذه الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤياه حق، رؤيا الأنبياء حق، لأن الله عز وجل يحفظ عليهم عقولهم في النوم واليقظة، لذلك رؤياهم لا يتمثل الشيطان لهم فيها. وأما رؤيا غيرهم فتارة تكون صدقا، وتارة تكون خيالا، وتارة تكون نذيرا، ولا يجوز لأحد أن يتعرض لمعاني الرؤيا، لأنها نوع من الوحي ونوع من الإلهام، وأكثر من يتعرض لها لا يحسن أمرها. ولذلك يروى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أراد أن يقص رؤيا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأولى أن يقصها رسول الله، ولكن أبا بكر الصديق سأل رسول الله أن يقصها، قال: اقصص، قال: أولها. أراد أبو بكر أن يؤولها فأولها، وكان يعرف تأويل الرؤيا، فقال لرسول الله: يا رسول الله أصبت؟ قال له: أصبت في شيء وأخطأت في شيء. لذلك لا ينبغي لأحد منا أن يعطي لنفسه الحق في تأويل الرؤى، فيدخل على الناس شرا. من رأى كابوس أو وسواس أو خيال فيقول: لا، معناه أنه جارك يفعل كذا وكذا، أو معناته أن فلان يكرهك، فيشيع في الناس مشاكل بسبب الجهل. لا يجوز تعرض للرؤيا، لأنها لا يعرفها حق معرفتها إلا الأنبياء. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب الفتيا، وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. في الحديث فقه من فقه الحج، ومحل خلاف كبير بين الأئمة في ما يقدم وما يؤخر. هل نقتصر على هذه المسائل التي قال له في التي سئل فيها، اللي هو الحلق والنحر والرمي، أم أن أفعال يوم النحر كلها يجوز تقديمها وتأخرها؟ هذا خلاف بين الأئمة، لكن ليس موضوعنا، لأن الحديث إنما أورد لنا في موضوع آخر تحت عنوان آخر. ما هو؟ هو أن العالم يجوز سؤاله وهو راكب، ويجوز سؤاله وهو ماشي، ويجوز سؤاله وهو جالس، ما دام السؤال لأجل المصلحة ولأجل العلم وبالأدب، يجوز سؤال العالم في أي حال،
هذا هو الذي أورد له الإمام البخاري المتن هنا، وسيورده في باب الحج، لأنه حديث صحيح مسند، وفي باب الحج ستجدون خلاف الأئمة في تنزيل هذا الحديث على أعمال يوم النحر، لأن أعمال يوم النحر الأول منها رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي بين الصفا والمروة لمن لم يكن سعى، ثم الرجوع إلى منى. والعلماء مختلفون فيه، هل تقدم بعضها على بعض بدون إشكال، أم أنه لا بد من تقديم الرمي أولا، ثم يجوز بعد ذلك تقديم النحر على الحلق والحلق على النحر؟ فهذا خلاف هناك، نعم، لكن هنا يكفينا ما نحن فيه، أنه يجوز للعالم، يجوز للطالب أن يسأل العالم وهو راكب وهو ماشي وهو جالس، وأن ذلك لا يعد مخالفا للسنة، فإنهم هكذا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال المختلفة. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح، فأومأ بيده ولا حرج. يعني الأول قال له ولا حرج، يعني هو قال: أنا رميت قبل أن أحقل، حلق ولا حرج، لأن الإشارة كلام، الكلام عند النحاة ألفاظ مركبة، لكن هذا عند النحاة فقط اصطلاح خاص، أما عند اللغويين فكل ما يدل كلام. الإشارة كلام، أشارت بطرف العين خيفة بعلها، وما يعلم من حال الشيء كلام، شكا إلي جملي طول السراء، والخط كلام، ما بين دفتي المصحف كلام الله، والأعلام كلام، هذه أعلام اللي على المرور على الشارع، قف، ممنوع الدخول، ممنوع الوقوف، هذا كلام، كلام لغوي واضح، كل ما يفهم به المعنى فهو كلام لغة. هذا الذي يريد أن يقول أنه باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، فإذا كانت الإشارة تفهم فتكفي، تكفي. هذا الذي أورد له الإمام البخاري النص. اقرأ المتن الثاني والثالث ونقف. قال رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. هكذا، فإن العلم حاجز عن القتل إن شاء الله، فنتعلم، لأن في العلم أنه لا يجوز القتل، لا للمسلم ولا للكافر المعاهد ولا للكافر الذي جاء مع فلان، دخل بلدا مع فلان في تجارة، لا يجوز، لا يجوز قتل نفس هكذا، ولا يجوز السعي فيما يثير الفتن، لأن ذلك علامة الساعة، فنشر العلم الصحيح والعمل به أمن وأمان وإبعاد لويلات قيام الساعة. اقرأ الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله، قلت: آية. فأشارت برأسها: أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغش، فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: من فتنة المسيح الدجال. يعني مثل فتنة المسيح أو قريبا من فتنة المسيح، يعني نعم. اقرأ. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟
فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأي ما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا ومحمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هكذا قد أورد البخاري الحديثين لأن يقول أن إن الإشارة فتيا والإشارة وأن الإشارة كلام، حديث إشارة النبي عليه الصلاة والسلام بتفسيره للقتل وإشارة عائشة رضي الله عنها لأسماء أنها آية، كل ذلك كلام. ثم ساق المتن وفسر فتنة القبر بأنها مثل فتنة المسيح الدجال، وما هي؟ فتنة عن أصول العقيدة، عن أصول العقيدة. فسرها فقال إنه يقال له ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا، هو محمد هو محمد، فيقول نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا، يعني قد علمنا أنك في الدنيا كنت موقنا بذلك. ومن كرم الله عز وجل أن الذي يكون موقنا ويعيش موقنا بإذن الله يموت كذلك، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. وهذا لا يعني أننا لا نخشى سوء الخاتمة، فإن سوء الخاتمة يجب على المسلم أن يخشاه ويحذر منه ويستعيذ بالله منه، لكن الغالب أن الموقن في الدنيا يموت موقنا ويبعث موقنا ويوفق في قبره، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين فعل الله ما شاء. اللهم ثبتنا أحياء وميتين، اللهم ثبتنا أحياء وميتين، ونرزقك حسن الخاتمة، ووفقنا لقول الحق واعتقاد الحق والعمل بحق، واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأشياخنا ولجميع المسلمين، وجزاكم الله خيراً.